فهاد فاتي حماد جينا اليوم صرخه عامله باش نحتفلوا بهذا العيد. احنا اليوم حنا كعاملات كما كتشوف جينا نعبروا بالصوت ديالنا على كل ما كيضرنا. حنا خاليات من اي شيء، مجردات من الحمايه الاجتماعيه، محرومات من الحماية الاجتماعية، محرومات من التغطية الصحية، محرومات من الأجور ديالنا الشاملة اللي كيقولوا لها سميك ولا سماك. أي حاجة كتستحق هاد العاملة ما كتاخذهاش، خاصة حنا كنشتغلوا تحت رحمة شركات المناولة اللي أنتم عارفهم. هاد الشركات راهم شركات لوبيات يمتصن دماء عاملات النظافة، وحنا كنشتغلوا في مؤسسات عمومية وما أدراك بالمؤسسات العمومية التعليمية. يعانينا الأمرين من كل شيء، يعني ما عندهمش سلطة ولا أي كرامة. اليوم جينا نوجهوا رسالة ديالنا للمسؤولين، وكنشكر الأمين العام على البادرة اللي دار مع جميع الموظفين والشغيلة اللي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وأننا كنفتخر بهذه المنظمة العتيدة وعندي عشم قوي فيها بإنصاف هذه العاملات. هاد العاملات هما اللي ما اتخذش الحق ديالهم، باقيين تحت رحمة الشركات المناولة. كنلتمس من الأمين العام أنه يلفت لهاد الفئة الهشة اللي كتقاضى أدنى أجر وكتعطي أكثر، كتعرف بأن هاد الفئة كتعطي أكثر وكتقاضى أقل نسبة. الرجاء ثم الرجاء، كل مسؤول على هاد الشركات ينهض ويشوف بجهة هاد العاملات. شكرا جزيلا.